مزاجي متعكر، ماكو مزاج، مزاج اليوم زين. ومن هاي العبارات المشابهة خل نعرف شنو المزاج اللي دائما نذكره ونذب الصوت به. المزاج هو حالة عاطفية عامة يشعر بها الفرد بفترة زمنية معينة. يختلف المزاج عن المشاعر في أنه أقل تحديد وأقل انفعالية، وكون ما ينجم عن محفز أو حدث معين. المزاج بصورة عامة لو يكون إيجابي لو سلبي أو محايد، ويوصف المزاج الإيجابي عادة بالسعادة والفرح والتفاؤل، بينما يوصف المزاج السلبي بالحزن والاكتئاب والقلق. يمكن أن يتأثر المزاج بعدة عوامل، منها العوامل الروحية، منها الابتعاد عن الله تعالى وممارسة أمور نهى عنها الباري عز وجل، كما يقول القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. العوامل البيولوجية، منها الهرمونات والكيمياء العصبية. العوامل البيئية، مثل الأحداث المواقف اللي نواجهها. العوامل الشخصية، مثل شخصية الفرد والتجارب السابقة. يلعب المزاج دور مهم بحياتنا اليومية، فهو يمكن أن يؤثر على سلوكنا وتفكيرنا وعلاقاتنا. على سبيل المثال، قد يجعلنا المزاج الجيد أكثر إنتاجية وإبداع، بينما قد يجعلنا المزاج السيء أكثر عرضة للعدوانية أو الاكتئاب. هناك العديد من الطرق اللي يمكنها من خلالها تحسين مزاجنا، منها قراءة القرآن والأدعية المأثورة، ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافي من النوم، الالتزام بنظام غذائي صحي، تجنب الكحول والمخدرات، قضاء وقت مع الأشخاص اللي نحبهم، نسوي نشاطات نحبها. أنت إذا كنت تعاني من مزاج سيء مستمر، شنو تسوي؟ اكتب لنا بالتعليقات.